ايه هو البيم بقى؟ احنا جايين نتعرف او ناخد كورس في البيم. ايوه، ايه هو عشان ابقى داخل عارف انا مفروض همشي ازاي، الخطوات بتاعتي ماشيه ازاي، وبعد كده هطلع بايه، يعني في اخر الكورس المفروض اطلع بعمل ايه بالظبط. ولو انا شغال اصلا في الكاد، يعني ايه اللي هيختلف عن البيم؟ يعني البيم ده هيطلع ايه؟ يعني هيطلع حاجه مختلفه عن اللي احنا بنطلعها في الكاد؟ هيطلع مثلا لو حد اتعمل لوحدها، ولا هيطلع ايه بالظبط يعني؟ طيب، فقبل ما اتعرف بالبيم، انا مهندس سليم بدوي، بيم مانجر في كيان، اوتوديسك سيرتيفايد انستراكتور، وسيرتيفايد بروفيشنال في مجموعه من برامج اوتوديسك زي الريفت الانشائي والمعماري والميكانيكال والكهربي والاوتوكاد. قبل كده كنت بيم كوردينيتور في شركه اسمها جالاكسي، وقبلها كنت سايت انجينير في شركه اسمها فورورد في العاصمه الاداريه. اكبر المشاريع اللي اشتغلنا عليها، خلينا نضيف هنا الموست ريسنت بروجكت